بسم الله الرحمن الرحيم. الف الف مبروك لكل جمهور ارسنال الفوز على رابط فينا النمساوي 2-1. بص، انا عارف ان الفوز ده يعني ما رضاش طموح جماهير ارسنال شويه من ناحيه الاداء، بس الاداء محتاجين نتكلم فيه بكل هدوء بكل منطق. مش عايز اقول لك اعمل لايك اعمل سبسكرايب، لان دي حاجه ذوقيه منك، فلو الفيديو عجبك مش تخسر حاجه لو عملت لايك. لو ما عجبكش اشتم براحتك يابا، كل حاجه متاحه بالنسبه لك انك تعملها. بص، اتكلم عن المباراه بكل هدوء بكل منطق. مايكل ارتيتا بيلعب بال 4-3-3. مشكلتي بقى في ال 4-3-3 بتاعت مايكل ارتيتا النهارده هي نفسي كانت مشكلتي مع اولي جونر سولشاير في مانشستر يونايتد قبل مرحله برونو فرنانديز، لان الموضوع في ارسنال بالظبط نفس الوضع بالنسبه لمانشستر قبل برونو. مين صانع الالعاب اللي موجود في ارسنال في ال 4-3-3؟ مفيش. فانت بتضطر تعتمد على الاطراف، بتضطر تعتمد على السرعات بتاع الاطراف، سواء ناحيه الشمال لو لقيت سعيد كولاشيناك بيلعب النهارده، او قدامه بياكو ساكا، او قدامهم كمان ادوارد انكيتيا، هتلاقي ان دي جبهه فيها سرعات كتير جدا. وناحيه اليمين مفترض ان سيدريك سواريز يعني مش سرعات، ولا محمد النني سرعاته عاليه، ولا هتلاقي كمان ان بيبي، لا بيبي هو اللعيب الوحيد اللي عمل سرعات. فهتلاقي ان في توازن في الملعب من ناحيه الاطراف. طب بالنسبه لنص الملعب، نص الملعب هل ملتزم انه يعمل اي خطوره؟ مفيش. فدي بقى المشكله بالنسبه لارسنال. بتلعب قدام فرقه بتلعب ب 5-3-2، فرقه عامله لك زون، فرقه بتلعب بطريقه دفاعيه بحته، فبتلاقي ان انت عندك مشكله تاخد الكره. طيب فكره نص الملعب وان احنا ناخد الكره من نص الملعب ونلعب سرعات لبيبي ناحيه اليمين، ونلعب سرعات لينكيتي ناحيه الشمال، ما بقتش موجوده. طيب اللعبه القديمه بقى بتاعتنا بتاعت ديفيد لويز اللي هو بيرمي الكره ورا الباكات لبيبي، او بيرمي الكره ورا الباكات لينكيتي، هتنفع النهارده؟ ما تنفعش، عشان خاطر الفرقه عامله تكتل دفاعي، فاللعيبه بتاعتهم ما تطلعش سنه نص الملعب علشان خاطر تلعب وراهم، فدي كمان اتضربت. فارسنال بقى ممل تماما. الشوط الاول ما فيش افكار هجوميه، ما فيش لعيب مركز 10 صريح جوه الملعب يقدر ياخد الكره من توماس بارتي من قدام الدفاع علشان خاطر يوصلها الناس اللي بيهاجموا، ودي مشكله كبيره جدا بالنسبه لارسنال، وهو معاه الكره في المباريات المتاح ليك ان انت تعمل استحواذ، فتلاقي ارسنال تايه جوه الملعب في المباريات دي. ارسنال يحب جدا نوعيه المباريات اللي انا بدافع فيها وبلعب على المرتدات، بيمتلك سرعات في الموضوع ده، وبتلاقي ان هو الدنيا بالنسبه لارسنال سالكه في الحته دي. انما لما يلعب النهارده قدام فرقه بتدافع بتلاقي ان في مشكله، ما عندناش صانع العاب. هي نفس مشاكل مانشستر يونايتد قبل برونو، بس المشكله بالنسبه لارسنال دلوقتي ان الكلام ده ما اتحلش لحد دلوقتي. من تمام، في مشكله مع مسعود اوزيل مع الاداره، تمام، مشكله اوزيل مش فنيه، طيب تمام، برشلونه بديله مسعود اوزيل. هل داني سوبايس يقدر يشيل الدور بتاع مسعود اوزيل؟ اطلاقا. داني سوبايس مش لعيب عنده رفاهيه ان انا اعمل تمريرات حراريه، او عنده المهاره العاليه جدا ان انا اقدر اعدي واحد على واحد، او ان انا اعمل باص غير متوقع كتير. يعني مثلا محمد النني لما عمل تمريره هيكتور بيلين بتاع الهدف الثاني، الناس سقفت له علشان خاطر دي حاجه مش متوقعه من محمد النني، فدي حاجه يعملها لك النني النهارده انا بكره مش هيعملها. تعادلت من ضربه ثابته بيقدر ديفيد لويس ان هو يحطها جوه المرمى، كسبت المباراه، بس برضه عندك مشاكل. انت ما عندكش بدلاء اقوياء، انت ما عندكش باكين بدلاء كويسين. مع سيدريك سواريز مش باك يقدر يشيل مكان هيكتور بيلين هجوميا، ولا حتى دفاعيا راجل جامد قوي. تمام، انت قررت انك تلعب على السرعات، طب بعد ما السرعات تتضرب هتلاقي ان الفرقه محتاجه عقل مدبر في نص الملعب. هل الكلام ده عندك انت في ارسنال متاح؟ مش متاح. طب هل انت عندك اثنين مساكين اقوياء؟ ديفيد لويس ليه وعليه، جابرييل راجل لسه جديد والناس لسه بتجربه. طب ليه بقى كل الكلام بتاع مايكل ارتيتا بيعمل مايكل ارتيتا بيسوي؟ فين الامكانيات المتاحه مع مايكل ارتيتا؟ تمام، الفرقه عندها لسه مشاكل دفاعيه، الفرقه بتعاني من عدم ابداع هجوم، بس عدم ابداع هجوم ده جاي من افراد اكتر ما انه جاي من مدرب وجاي من تكتيكال. اللعيبه جوه الملعب لعيبه ارسنال شبه بعض، سواء كان جندوزي او توريرا او كمان محمد النني، الثلاثه حرفيا لو ضربتهم في خلاط يطلع لاعب واحد. حتى تشاكا اللي كان بيعمل ادوار هجوميه في منتخب سويسرا ما بيقدرش ان هو يعملها في ارسنال، عشان خاطر مش متاح ليه ان هو يعمل الادوار دي. حتى لو بيعملها في ارسنال ما بيكونش بنفس القوه، علشان خاطر الراجل ممكن يعمل ماتش كويس في المنتخب السويسري ويعمل 10 مباريات سيئين في ارسنال ومباراه ثانيه كويسه في ارسنال، فالراجل عنده تذبذب مستوى غير طبيعي. فتشاكا هو اللاعب الوحيد اللي ممكن يقدر يشيل الدور ده مع توماس بارتي، ويقدر ان هو يكون صانع العاب متاخر في ال 4-3-3. غير موضوع ال 4-3-3 ده، انت بتحاول تقدم الدفاع وانت مش معاك الكوره، فبيرد لانه بيبقى عنده مساحه ان هو يلعب برجليه. موضوع ان الحارس يلعب برجليه دي، مش كل الناس عندها الملكه دي، مش كل الناس مانويل ناير، مش كل الناس بتعرف تلعب برجليها. تريش تيجن ما بيعرفش يلعب برجليه لحد دلوقتي، اليسون بيكر بيحاول ان هو يتعلم برجليه ما بيعرفش يلعب برجليه، ادرسون بيلعب برجليه كويس بس مش عارف مرمى. هي الكوره كده، مفيش حاجه مثاليه. فبرد لانه ارتاح لما مارتينيز مشي، بقى عنده رفاهيه ان انا لو غلطت او ما غلطتش العب اساسي عشان خاطر ما عنديش بديل.
ودي مشكله في ارسنال. هو ما ينفعش ان انا يكون عندي اثنين لعيبه جيدين جدا. في راجل محترم جدا مشجعين ارسنال بيقول لي ايه مشكلتنا في ارسنال كده، ان احنا ما ينفعش ان انا يكون عندي لعيب كويس والبديل بتاعه كويس. لا، انا اللعيب اللي عندي لازم يكون كويس اللي جوه الملعب والبديل بتاعه سيء جدا. طب ما ده هتريح اللعيب اللي جوه الملعب وهتخلي ان هو مرتاح وعارف ان هو كده كده مش هيتغير. ودي بقى المشكله في منظومه ارسنال، ان في لعيبه بتتدلع وعارفه ان هي بتتدلع وعارفه ان هي هتلعب سواء حالتها سيئه او حالتها كويسه، ودي بتسبب مشاكل كتيره جدا للمدير الفني. معرفش اغيرك عشان ما عنديش البديل ليك. فالمدير الفني بيتدخل في الموضوع ده برضه بضعف الشخصيه بتاعته. في مثلا اوزيل، اوزيل عنده مشاكل مع الاداره. فين قوتك انت كمدرب في غرف الملابس؟ مشكله اوزيل مع الاداره غير مشكلتي في الملعب. هتقولي اوزيل بطل كوره، اقول لك تمام، حط ورا توماس بارتي وحط ورا محمد النني وحط ورا بارتي وتشاكا وطلعه هو قدام راس مثلث على الدكتور ممدوح نصر الله، او بس راس مثلث هجومي هتلاقي الراجل فرق تمام معاهم. طب تمام، ادي فرص الكلام ده. لو ما اديتش فرص لمحمود اوزيل او حاولت ان انت تجيب صنع العاب، انسى المباريات الخفيفه دي اللي انت معاك الكوره فيها، انما المباريات الكبيره اكسبها بس مش بتديك المركز. وهي دي بقى المشكله بتاعت ارسنال. ممكن يكسب فريق كبير ويعمل اداء كويس، وممكن الناس تسقف لارتيتا على الشغل اللي عمله، وممكن بعدها تلاقي ان هو تعادل في ماتش تافه جدا او اتغلب في ماتش تافه عشان خاطر فريق ما عندهاش ابداع هجومي مع الكوره. دي بقى المشكله اللي احنا بنتكلم فيها السنه اللي فاتت. بس مع ذلك الناس في ارسنال تبقى فرحانه قوي بمكسب مباراه، مع ان يا جماعه طب كسبنا المباراه دي. بالنسبه للمباريات السهله يحلها ربنا، وما ان كل حاجه بيحلها ربنا طبعا، مش بتخسر حاجه. يعني لو عملت لايك او سبسكرايب، اه عرفنا نكسب النهارده، بس الماتش جاي يحلها ربنا بقى. افتكر